اليوم في ماينكرافت شفت شيء جدا غريب، وهذا الشيء اول مره اشوفه بحياتي ورب الكعبه. شوفوا شنو شفت بالضبط شباب. اول ما طلعت من بيتي اكتشفت انه موجود صار بهذا المكان بيت مال دايموند، وجوا هذا البيت موجود شخص. شوفوا الكتابه مالت الاسم مالته، ولكن الصدمه الكبيره انه شفت زي المتاهه. ما ادري شلون يا عيال، والله العظيم اني مصدوم. شنو هاي؟ وبالبدايه يا عيال المصيبه موجوده بلوك الدايموند، وبالنهايه نفس الشيء موجود بلوك الدايموند. شنو تتوقعون موجود داخل هاي المتاهة اللي تحت الارض؟ والله العظيم ما نعرف يا شباب. فاللي راح نسويه هو كالاتي شباب، راح نروح لذا الشخص وراح نروح نسأله ونقول له شنو السالفة وجاب هاي المتاهة لهون وشنو الهدف مالته وشنو الفائدة مالته. اوكي، فخلي نصيح له اول مرة ونتصل عليه. اي صديقي، السلام عليكم. السلام عليكم. هلا عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم ما شاء الله عليك حبيبي، عندك بيت الدايموند وعندك 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 هنا ما شاء الله. شنو هاي متاهة؟ شنو هاي؟ قل لي علمني. لا 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 لا، هي مكان سري. هذا مكان سري جنب بيتي، بيت الدايموند مثل ما عم بتشوف. شنو يعني هذا مو متاهة؟ انا جاي اشوفه متاهة لحد هسه. لا 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 لا، هي متاهة ومكان سري يعني بنفس الوقت. يعني متاهة المكان السري. ايوه اوكي. أيوة. اوكي، يعني شباب هاي بكل اختصار مكان سري، ولكن حتى تقدر تدخل الى هذا المكان السري لازم تعبر بهاي المتاهة. صحيح كلامي؟ صح صح، فهمت الموضوع كذا بالضبط. اوكي إيه؟ اوكي حلو. أوكي. حلو حلو. فطيب يا. انت مخليها لك، مخليها للبيع للايجار؟ شلون يعني؟ فهمني علمني. هاي شوف 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 شوف، راح افهمك كل شيء. هاي المتاهة اي شخص يقدر انه يفوت لها. حلو 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 حلو. يجيب المبلغ المطلوب ويحاول. طيب يلا بدك تجرب؟ يبي 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 بري. اكيد اكيد. كم المبلغ؟ كم؟ شوف، بحكم انك انت اول مره تجي لعندي، اول مره تجرب هاي المتاهه، جيب حبه دايموند بس. يلا مو مشكله، جيب بس حبه. اوه ماي جاد شباب، دقيقه دقيقه، اني اتذكر كنت مخبي بالبيت مالتي دايموند. اعتقد كانت تحت الارض شباب من زمان. لا مو هنا شباب، ثواني ثواني، والله اتذكر انه انا كنت مخبي لي صندوق تحت البيت مالتي ومخلي بيه حبه دايموند. بعدين اقول لكم شلون قدرت احصلها هاي الدايموند. دقيقه ثواني، اعتقد 100% هنا، 100% هنا. يب 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 يب، لقينا الصندوق الحمد لله والشكر عليك الحال. خلي نفتحه. حبه دايموند طبعا هاي مخليها اني للاحتياط، خاف يجي يوم امرض، خاف يجي يوم يصير اي شيء، باب ينكسر، كزازين شيء يفلش. بهاي حبه الدايموند مخليها احتياط للاوقات الحرجه يعني. فخلاص شباب، هسه بما ان احنا عندنا حبه دايموند فبالتالي راح نقدر نشارك بهاي المتاهه. اوكي يلا تفضل حبيبي. هاي حبه دايموند. يلا هات 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 هات، جربها جربها الحين. حلو حلو. يلا يلا روح روح. يلا روح. بسم الله. بس اسمع، اي في عندك في عندك وقت، لازم انك تخلص المتاهه قبل ما يخلص الوقت. لازم اخلص المتاهه. طيب كم الوقت؟ قل لي كم الوقت. يلا راح اعطيك 30 ثانيه. يلا 30 ثانيه. اوكي اوكي بسم الله شباب. اوكي شنو المتاهه؟ من صدق طلعت متاهه، لازم ادور على المكان السري مو صحيح؟ يا رب يا رب يا رب لقينا المكان السري. يا شنو المتاهه تخبل؟ او ماي جاد او ماي جاد. ها كم وصل الوقت؟ كم وصل يا حبيبي صديقي؟ يلا 15 ثانيه. بسرعه بسرعه بسرعه. 15 ثانيه يا عيال، والله تخرعني يا عفو الله. او ماي جاد شباب، وين المكان السري؟ ماكو جد، كذب علي ورع. يلا يلا اطلع، خلص الوقت خلص الوقت. لا. اطلع اطلع اطلع. لا ده كذاب، كذب علي يا اخي. اطلع احسن لك، قلت لك يلا من هني من هني، تعال اطلع اصعد فوق. يلا وين وين؟ اوكي خلاص يلا يلا من هني. والله انك نصاب نصاب انت. لا. نصاب. لا انا ما نصبت عليك، المكان السري موجود بس انت ما قدرت تحصله. يلا. أوه. لازم تحاول مره اخرى. طيب كم المره الثانيه؟ بكم؟ نفس الشيء حبه دايموند لا لا شنو حبه دايموند هاي المره؟ حبتين. حبتين شنو هاي؟ يا الله شباب والله اني غبي يعني، والله العظيم خفت، ما ادري ارتبكت، ما ادري شنو صار فيني، فبالتالي ما قدرت الاقي المكان السري مال هاي المتاهه. كله ورق قفاص، رجالي حبه دايموند مالتي. دخلني انا، رجالي حبه دايموند مالتي. انت غبي، أنا مو غبي، أنت رجالي حبة دايموند مالتي. يلا لا 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 خلاص خلاص، هاي حبة دايموند مقابل التجربة الأولى، روح جيب حبتين لحتى تجرب مرة أخرى، بسرعة انقلع. والله إنك قفاص يا أخي، والله العظيم أنا جدا فقير، وهاي حبة الدايموند يعني جبتها من فلوس فلوس فلوسي الاحتياط يعني، خاف أني هسه إذا أمرض أتورط يا أخي، كله من وراك، كله بسببك. لا 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 لا، ما دخلني فيك ما دخلني فيك، أنت عطيتني حبة الدايموند برضاك، أنا ما جبرتك. طيب على الأقل ساعدني يا ما شاء الله، عندك دايموند دوار. لا لا شنو دخلك شنو دخلك؟ هذا بيتي بيتي، بعد عنا بعد عنا. يلا شوف، ما ضيع لي وقتي ما ضيع لي وقتي، بدك تجرب ولا لا؟ اي اريد اجرب ولكن ما عندي فلوس الحين، فلست فلست. هاي الحبه الدايموند اعطيتك اياها يا اخي. هاي مشكلتك، روح اتصرف، جيب دايموند بعدين تعال.
يا عفو الله الرحيم شباب، هذا يقول يريد دايموند، اني من وين راح احصل لي دايموند؟ الدايمونداية الوحيدة اللي كانت موجودة بهذا المكان، وانا هذا المكان خلاص صرفناه يا شباب. صار مع شنو هاي صندوق وين راح؟ يبي بنانا من هنا 100% هنا. يعني والله العظيم شباب الحبة الدايموند كانت موجودة هنا، هسه شلون ورطها هاي؟ والله العظيم يا عفو الله، شوفوا صناديقي كلها فاضية، ما عندي ولا اي شيء عيال. خلاص راح ارجع مرة ثانية احاول انه اطلب من عنده مساعدة. والله اذا ينطيني اكل شباب اروح ابيع الاكل بيكون اشي مرة بطل. صديقي ساعدني ساعدني. جيت ارجوك والله جوعان، اريد اكل اريد اكل جوعان، والله ما عندي فلوس حتى اشتري اكل. ارجوك ساعدني اكل اكل. طيب 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 طيب، بحكم ان مشكلتك اكل راح اساعدك، انتظر هني انتظر هني شوي بس. اوكي اوكي راح انتظر، يلا روح جيب لي اكل جيب لي اكل. شكرا والله العظيم، هذا شكله كريم يا عيال، ولكن نصب علي واخذ لي حبه الدايموند مالتي. الله يوفقه. يلا 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 يلا، شوف 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 انا جبت لك، شوف جزر ذهبي. ما شاء الله ما شاء الله، عاشت ايدك يا اخي. انطيني بعد حبه واحده، انطيني بعد حبه. لا 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 شوف شوف، بعد حبه بعد حبه بعد حبه بعد حبه بعد حبه. ارجوك 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 ارجوك، اسمع عيونك. شوف اكل بعطيك، فلوس لا. يلا اخر كلام. طيب خلاص انطيني بعد حبه واحده جولدن جزر. اوكي اعطيتك خمسة ما يكفني ما يكفني، انا جوعان كل جوعان، انا لازم اكل ستة لازم اكل ستة حتى اشبع. طيب طيب اخر مرة اخر مرة اخر مرة اخر مرة. اوكي يلا بس شباب اقول لكم ليش قلت له ستة، لان ثلاث حبات جولدن جزر مقابل حبة دايموند اقدر ابيعهن. يلا عطني عطني حبة. يلا 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 خذ خذ امسك. ثانك يو ثانك يو حبيبي. اوكي شباب عفوا عفوا، عبالكم نروح ناكل هنا هذني الجزريات. نو 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 نو، راح اروح ابيعهم بالسوق وراح اقدر اجيب لي من خلالهن حبتين دايموند، لان الجولدن جزر شوي غالي. اوكي فليتس جو يا عيال، خلي اروح للسوق واجيب لي حبتين دايموند حتى اجرب اشارك مره ثانيه بهاي المتاهه تحت الارض، بالتالي اقدر اكتشف شنو موجود داخل المكان السري. اوكي اوكي واخيرا قدرت احصل لي هاي الحبتين الدايموند، الحمد لله والشكر على كل حال، قدرت ابيعهن بطريقه جدا بسيطه وسهله. اوكي فالحين راح اروح انطي الحبتين الدايموند يا شباب، واحاول باي طريقه انه اني هاي المره شباب راح ابقى اتبع هذا الطريق مال متى شباب. اوكي خليني نحفظه شباب نحفظه. اوكي بالبدايه روح طويل، كم من بلوكه؟ اوكي حبه 2 3 4 5 بلوكات قدام، والنوب على اليمين بلوكه 2 3 4 5 6 7 7 يمين وبعدين 6 قدام. والله شباب هاي شوي صعبه يا عفو الله. اوكي طيب خلينا نحفظ قدام يمين قدام يمين قدام. اوكي قدام يمين قدام يمين قدام يمين ثلاث مرات. اوكي وبعدين يسار. اوكي يسار يسار ثلاث مرات يمين. والله شباب مستحيل اخلصهم ب 20 ثانية. اي اي افتح الباب اي صديقي. يلا يلا جيت جيت جيت. طيب جبت فلوس صرت تعطيني 40 ثانية مو 40 تمام؟ لا 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 لا، هي المرة بدي أنقص لك 20. شنو 20؟ شنو 20؟ 20 ثانية. شوف أوكي خلاص خلاص 20 ثانية. يلا يلا يلا. لا لا استنى 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 استنى. تشكو تشكو تشكو. لحظة، أنت قبل شوي كنت تتشكالي وتقولي ما عندي فلوس، منين جبت هالحبة الدايموند؟ منين؟ شو اسمه؟ تريد الأمانة؟ أي صدق. للأمانة للأمانة للأمانة. شلك علاقه يا اخي، لقيته بالصندوق عندي بس بالبيت مال ديسكت. شلك علاقه فلوس المرض. ماشي فلوس المرض. ادري انك تكذب ادري انك تكذب بس مو مشكله. يلا بدا الوقت. بعد ما اقول واحد تنطلق. اوكي ثلاثه اثنين واحد روح. اوكي شنو الغش شنو الغش؟ واحد. اوكي اوكي شباب يمين يسار، والله ما ادري كم وصل كم وصل. لا لا المكان مسدود من هنا. يعفو الله يعفو الله. 10 لا 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 شباب 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 شباب. اوكي اوكي خلينا نتبع هذا الجدار. 15 شنو 15 شنو 15؟ يا رب يا رب نوصل يا رب نوصل يا رب نوصل. اوكي 20 اطلع اطلع اطلع. وينك انت وينك وينك وينك؟ اطلع اطلع خلاص 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 خلص الوقت. وينك؟ اطلع بسرعه يا نصب. شنو النصب شنو النصب؟ يلا يلا تعال تعال احسن لك. اطلع اطلع. وين؟ الو وين رحت؟ طلع انا راح اطلع انا موجود هنا. شوف هاي شوفني. يلا 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 جاي. اطلع بسرعه يا ولد. انت نصاب يا اخي نصاب. انت نصاب نصاب. لا انا مو نصاب. وقتك خلص وقتك خلص. بس كنت قريب كنت راح تكمل. والله قريب يا شباب. شوفوا كم بقالي يعني. لو رحت يمين يسار 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 كنت وصلت لهنا. والله تقريبا خلصت المتاهه. ان شاء الله ان شاء الله المحاوله الجايه تخلصها. كم من حبه دايموند؟ تقول لي 4. لا تقول لي 4. لا 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 اسمع اسمع، من المطلوب انه يطلب من ابن المفروض انه يطلب منك 4 حبات، ولكن راح اساعدك. يلا اعطيني بس 3 3 دايموند. 3 دايموند يا عفو الله الرحيم. طيب شباب هذا الصندوق ما كنت 3 حبات دايموند؟ فاضي هذا الصندوق.
طيب ساعدني جوعان انا جوعان اعطيني جولدن جزر. لا جولدن جزر وشو سويت بالست حبات اللي اعطيتك اياهم قبل شوي؟ اكلتن اكلتن وانا هسه الحين صرت رجعت جوعان مره ثانيه. عطني اريد اكل. انتظر انتظر شوي، انت حسب بالك اني غبي؟ شلون تاكل ست حبات جزر وتجوع بهي السرعه حتى اليوم ما خلص؟ شو لك على غاني اكل وعندي عندي شو اسمه صديقي عايش بالبيت يمي. لا لا يا اخي اسمع يا ولد اسمع اسمع، انا اشتري الاكل بفلوس ترى ما احصله مجاني، مستحيل اني اعطيك اكلي بهاي السهوله. روح انقلع دبر حالك بعيد عني روح. طيب ساعدني يا اخي انطيني اي شيء يا اخي، والله مستعد اكل حتى خبز. عندك ستاك خبز؟ حتى ستاك لا لا خبز؟ لا لا يا اخي متاكد؟ احلف انك جوعان. والله العظيم انا جوعان، والله العظيم انا جوعان. يلا عطني. طيب طيب شوف اخر مره اخر مره بساعدك. اوكي اوكي خلاص خلاص شباب انتظر هني. اوكي فرصتنا يا عيال فرصتنا. اوكي راح ينطيني استاك خبز راح اقدر ابيع بثلاث حبات دايموند، فبالتالي راح اقدر ارجع اجرب هاي المتاهه مره ثانيه، وهاي المره بتجيب هاي الثالثه ثابته. الثالثه ماكو. يلا ورع يلا يا حبيبي. يلا استنى لك استنى شوي جيتك استنى شوي. يلا تعالي الزلم. يلا جيت. شوف هاي المره راح اعطيك خبز. الجولدن جزر خلصت من عندي. اوكي يلا ماكو مشكله حتى خبز. نمسك استاك خبز. الله يعطيك العافيه والله ما قصرت. اوكي شباب الحين عفو. يلا الحين راح اسوي نفس ما سويت قبل شويه، اروح ابيع الحين بالسوق ونشوف كم من حبه دامود راح يقدر يجيب لنا. اوكي يلا انطلقنا. اوكي شباب اخيرا قدرت احصل لي مو ثلاث حبات دايموند، اربع حبات دايموند. يلا الحين راح اشارك شباب، راح اشارك للمره الثالثه مثل ما قلت لكم. الثالثه بتجيب. يلا صديقي يلا جيت. هلا ثلاث حبات دايموند تفضل. يلا يا الله دايموند، انت من وين قاعد تجيب الدايموند؟ بعدين اقول لك. يلا خليني اجرب. يلا يلا لا 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 استنى 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 استنى, استنى, استنى. في تغيرات في تغيرات. غيرت رايي. شنو غيرت رايي؟ غيرت رايي. امسك هذول الثلاث حبات وجيب سته خلاص. السعر صار ست طيب حبات. طيب ثواني هاي اربعه، شنو رايك؟ اربع حبات. لا ما يمشي يعني خذ حبات دايموند. يلا امسك هذول الاربعه اللي اعطتني اياهم وروح جيب سته. انت قلت لي ثلاثه يا اخي، ليش تغيرت رايك يا اخي؟ ليش؟ والله انا حر بكيفي، غيرت رايي صار بدي ست حبات. والله العظيم نصاب انت، راح تشوف شنو راح يسوي لك يا خبي. نفسك. لا شباب هذا مكان قبل شوي قال لي ثلاثة هسه صار ستة، مرة أربعة مرة ستة وما أدري يا أخي شنو هاي. والله العظيم شباب عندي ثلاث حبات دايموند، تعرفون شو راح أسوي؟ أول مرة شباب دقيقة ثواني خلي انضم لنا حبة الدايموند هنا، والباقي راح أقول لكم شنو راح أسوي بيه. أوكي رجعنا حبة الدايموند الحمد لله، والحين راح أسوي شباب راح أكسر لي هاي الشجرة اللي موجودة هنا، اصنع لي ستيكات واصنع لي بكاكس وانتظر لين ما تصير الدنيا ليل، ورب الكعبه لا راح افلش بيته وراح انتقم من عنده وراح اسرقه وتشوفون شنو راح اسوي له. اوكي خلني صنع لنا اول مره ستيكات بهاي الطريقه. النوب شنو نسوي؟ نسوينا بكاكس حلوين، سوينا بكاكس كالعاده شباب. خلي انضمها بهذا الصندوق حتى ما حد يحس وما حد يعرف انه اني سويت بكاكس وجاي انظم بهاي الخطه الشريره، والحين راح ابقى هنا انتظر لين ما تصير الدنيا ليل. ولا لا لا شباب لا لازم اقعد قبل تصير الدنيا صبح. اوكي ثواني شباب، يلا اجت اللحظه الحقيقيه اللي من خلالها راح ننفذ الخطه مالتنا الاسطوريه الخنفشاريه. اوكي الحين شباب خلينا نتاكد انه الدنيا ليل ماكو اي واحد جاي يراقبنا. خلينا نتاكد يمين يسار شمال جنوب. اوكي ماكو ولا واحد جاي يراقبنا، ومليار بالمية انه ذا الشخص نايم. فاللي راح اسويه عيال راح اكسر للبيت مالته. اوكي خلينا نتاكد اول مرة هو نايم، لا نكسر فقط هاي البلوك. يب 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 نايم شباب نايم. اوكي خلينا نكسر البيت مالتي على كيفنا يا عيال على كيفنا. اوكي افتح الصندوق. اوه 34 حبة دايموند وتسعة بلوكات ذهب يا عفو الله الرحيم. اوكي شباب اوكي ما حس ما عرف. اوكي اهرب ابو المور، اهرب شباب لازم نفلت. اوكي حلو. اوكي سد الباب. الحين راح نجي هنا شباب نحط لنا الموارد كلين بهذا المكان. ما شاء الله اتخيل الصندوق مالتي كله قبض دايموند. واو حتى المره الجايه يتأدب وما يقول لي باربع حبات دايموند ما ادري ايش قد. اوكي بست حبات. اوكي فالحين خليه ينام وان شاء الله بكره الصبح راح نشوف اخرته. خليه يتأدب. والله جوعان يا اخي. يلا خلي بس اشوف شيء اكله بهذا الصندوق. بسم الله خلينا نفتح الصندوق. وات صندوقي كله فاضي، انسرقت صندوقي كله فاضي. يا الله شنو اللي صار؟ ليش انسرقت؟ منو اللي سرقني؟ لحظه واحده بس، مستحيل انه يكون في شخص غيره. اكيد
الشخص اللي ساكن ببيت الديرت هو اللي سرقني، متأكد هو أقرب بيت لبيتي، وبنفس الوقت هو الشخص الوحيد اللي حاقد علي. والله لأوريه، والله لأوريه، متأكد إنه هو السارق. خلي بس أروح لعنده وأوريه. حرامي افتح الباب بسرعة، يلا يلا. صباح الخير آه صديقي، شنو ايش قلت؟ راح تخليه يان باربع حبات دايموند اشارك باربع حبات دايموند؟ عم تحكي على المتاهة، عم تحكي على المتاهة يا حرامي. اي اي احترم نفسك. اي اي مواني لس... شنو حرامي شنو؟ انت 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 الشخص الوحيد ما في غيرك سرق لي بيتي، اعترف احسن لك يا اخي. شلون اسرق لك بيتك وانت باب مال بيتك مغلوق؟ يعني شو اللي علاقه بيك؟ شنو هاي؟ لا 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 تعال. انت شنو انت تعال شوف افتح هي. افتح صناديقي، ما كل شيء ما عندي يا اخي، ماكو شيء ماكو شنو حسب مفكرني غبي؟ اكيد ما راح تخبي الاغراض اللي سرقتها مني بيتك، بتكون حاطهم مكان ثاني، متاكد يا اخي. وين احطهم مكان ثاني حبيبي؟ ترى لا لا لا. غلطان بيا، غلطان بيا ورب الكعبه، مو غلطان بيا انت، انا كل شيء ما سويته. لا, لا 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 راح اسالك سؤال لاخر مره، بدك تعترف ولا لا؟ بدك تعترف ولا لا؟ ياب ياب راح اعترف، راح اعترف. يلا شنو راح شنو راح تقول؟ يلا عم بسمع. مو اني اللي سرقتك، آه الكلام الاخير اللي عندي مو اني يعني. شو العلاقه بك انا؟ لك اسمع اسمع اسمع، لكن راح اروح للشرطه وبشتكي عليك، هم بيعرفوا شغلهم. يلا اروح لعندهم. اسمع اسمع، اصلا عادي، اصلا ماكو كاميرات بهذا المكان، وحتى لو كنت اني السارق ما راح يقطوني. روح انقلع، يلا انقلع. حسب بالك ما في كاميرا؟ ففي كاميرا، في كاميرا جوا بيتي، وفي عندي لك صور، وفي عندي لك صور انت قاعد تسرقني. راح اعطيهم للشرطه. لا لا, لا 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 يا شرطه، يا شرطه حبيبي شنو شرطه؟ خلينا نتفاهم بالكلام يا اخي. ليش تروح للشرطه وما ادري شنو؟ خلينا ليش خفت؟ شنو صاير صديقي؟ تريد الامانه؟ ايه يلا تكلم. انا جدا اسف يا صديقي، ولكن انا من البدايه كنت اخبث عليك وكنت مو حلو وياك. انت بالبدايه ساعدتني وانطيتني ست حبات، ما ادري ثلاث حبات جزر، ما ادري ست حبات جزر جولدن جزر، ورحت بيتهن وجبت لك قدامك حتى اجرب المتاهه. والمره الثانيه انطيتني استاك خبز، ونفس الشيء رحت بعتين حتى اجرب المتاهه هاي. ولكن المره الثالثه من صار السعر مالتك غالي، فقلت انت غبي ولازم انه اني اسرقك وسرقتك، وتعال خذ اغراضك. هاي اغراضك، تعال يلا هات الاغراض، هات الاغراض، شوف يلا هات الاغراض، هات تعال شوف شوف انا مخبيهم الورع، يلا هات كل الاغراض يلا بسرعة. راح اخذ فقط اربع حبات الدايموند لان كان عندي اربعة. اوكي يلا يلا, يلا مو مشكلة. هذا رجبة، هذا افتح الصندوق واخذين انت لحالك. لحظة وخر 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 عن اغراضي، وخر وخر خليني اخذهم لحالي. اخذين اخذين عليك روح. يلا يلا طيب، هذول الدايموندات وهذول الذهبات. شوف بحكم انك اعترفت بالسرقة، وبدي اياك توعدني انك ما عاد تعيدها مرة اخرى، واني بعد ما راح اخبر عليك الشرطه. يلا شو رايك؟ والله ما عيده مره ثانيه، ولكن قلت لك اني من البدايه كنت مو كويس وياك او مو زين معاك. مثل ما قلت لك انت تساعدتني وحسبالك انه اني فقير واريد اكل، بس بالنهايه اني طلعت سيء وانت هو المو سيء، يعني فاهم علي؟ اي 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 يلا يلا بس ما في مشكله، راح اسامحك وكانه ما صار اي شيء، بس لا عاد تقرب على بيتي، فهمت؟ طيب دقيقه قل لي من الاخير، كم راح تحتسب لي او كم راح تخلي لي سعر الدخول المتاع اخر مره؟ اخر مره يلا شوف، عطيني ثلاث حبات دايموند خلاص، ما عاد سته. لا لا ثلاثه كافي. ثانك يو ثانك يو. طيب شنو رايك نعطيك البكاكس؟ هاي يمشي شغل، يمشي شغل، ماشي شغل البكاكس. هو البيكاكس ينصنع بثلاث حبات دايموند. اوكي ما في مشكله، يلا يلا مو شغل ينجي شغل. يلا يلا كم يلا. كم من ثانيه قال لي؟ كم من ثانيه؟ مثل العاده يلا 20 ثانيه، 20 ثانيه بس، 20 ثانيه. اوكي شباب عندنا هذا كله. اوكي يلا بدينا 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 بدينا. اوكي شباب شباب اوكي يلا خلينا نوصل الحين. اوكي بسم الله نوصل هنا. خمسة. اوكي نتبع نتبع الطريق يا عيال. شنو هاي؟ نتبع الطريق. اوكي 10. شنو 10 يا اخي؟ شنو الوقت عسير يروح. اوكي اوكي حرك بليز. بسرعه. اوكي اوكي 15. اوكي اوكي يا عيال بليز. شنو هاي؟ شنو هاي البعد يا عفو الارحيم؟ 20. يلا 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 خلص الوقت. شنو 20؟ الوقت اطلع 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 اطلع. طيب طيب تعال تعال راح نعطيك بعد فلوس، ارجوك خليني اكمل ولا ما باقي شيء على الطريق. راح نعطيك ثلاث دايموندات زياده، خليني اكمل ارجوك. ثلاث حبات دايموند انطيني فقط خمس ثواني، خمس ثواني، خمس ثواني، خمس ثواني. يلا خمس ثواني يلا يلا راح اوافق مو مشكلة. كمل 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 بلش الوقت. كمل كمل كمل. بسم الله بسم الله. اثنين. وصلت وصلت وصلت. خلصت خلصت. وصلت يبي 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 وصلت للدايموند. كابو 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 كابو. ثانك يو يا حبيبي ثانك يو. يلا 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 هلا شوف الصناديق، الصناديق ما تنفتح، الصناديق ما تنفتح. ليش ما تنفتح الصناديق يا قفاص يا نصاب؟
صح والله ما ادري بصراحه، ما في عندي فكره. يلا يمكن يكون القفل عطلان. يلا روح 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 شنو خلاص روح؟ خلصت شنو روح؟ اريد شنو بدك؟ اكو صندوق، انا لازم اشوف شكو داخله. افتح لي اياه. ما مو راضي ينفتح، شنو بدي اسوي لك؟ يا عفو الله الرحيم يا اخي، قال لي جس السالفه ليش ما ينفتح يابا؟ ليش؟ استنى 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 راح اشرح لك كل شيء. شوف شوف، تعال بس نطلع لبرا، تعال تعال لحتى نحكي مع بعض. تعال اوكي اوكي، يلا يلا خلينا بس نطلع لبرا. يلا يلا يطلع بسرعه، هذول هذول بلوكاتي ترى، بلوكات الذهب. يلا اوكي يلا، تعال قول. شوف قول شكل. راح اشرح لك الموضوع، لحتى تفتح هذوك الصناديق اللي موجودين تحت لازم تحصل المفتاح المفقود. شنو مفتاح يا اخي؟ انا وين راح احصل المفتاح المفقود يا اخي؟ لك هاي شنو هاي؟ راح اساعدك راح اساعدك، بقول لك وين تحصل المفتاح المفقود. تعال شوف، لحتى تحصل المفتاح المفقود روح دور بالمدرسة. بس قبل لا تروح استنى، بدي أعطيك نصيحة أو تحذير. دير بالك ترى في قرويين يحرسون هذيك المدرسة، خلي بالك منهم. قرويين جاي يحرسون؟ أصلا ما أخاف من القرويين أنا، أصلا عادي. تجي معي؟ تجي معي ندور على المفتاح؟ لا 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 لا، بدي أتدرك هني، روح لحالك. يلا خلاص يلا مع السلامة. شنو هاي؟ أوكي أوه، هاي المدرسة مهجورة. الله يستر يا عيال، الله يستر من هاي المدرسة. اوكي يقول اكو مفتاح مفقود. اوكي هنا هذا المطعم مال المدرسه، ماكو اي مفتاح. المفروض اكو مفتاح داخل الصندوق يا عيال. اوكي هذا المخبر. اوكي هنا اكو موجود المخبر مال التجارب. اوكي هنا شنو عندنا؟ شنو هاي؟ قسم الرياضيات. شوف مكتوب الرياضيات هنا. لا ما شنو الرياضيات شباب؟ والله ما ادري. يقول قرويين جاي يحرسون، اعتقد الحراس مال هاي المدرسه مال القرويين. سمعت صوت قرويين ورب بالكعبه. يب 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 يب، فوق 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 شباب. هاي شنو السجن؟ والله العظيم ما ادري، هذا مطعم ثاني، مطعم الطابق الثاني شباب، هذا مال البنات اعتقد. اوكي اوكي اوكي، فوق شباب 100% فوق. هذول القرويين اللي قال لنا عليهم شباب، ما لازم يشوفوني. اوكي اوكي يا رب ما حد يشوفوني، يا رب ما يشوفوني، يا رب ما يشوفوني، يا رب ما يشوفوني. اوه هذا الصندوق، هذا الصندوق، هذول القرويين شباب ولا يهتموا ولا مهتمين بامر القرويين. اوكي خلينا نفتح الصندوق بعد 3-2-1. بوم، الله الله على الصندوق والله على المفتاح، لقيناه الحمد لله وشكر. هذا هو المفتاح شباب، هذا هو المفتاح اللي لقيناه الحمد لله. والحين خلينا نرجع نطلع من هاي المدرسه بعد ما نحتاج لها المدرسه. اهم شيء قدرنا نحصل المفتاح، فالحين راح نرجع لهذا الشخص اللطيف ونقول له انه احنا حصلنا المفتاح، فبالتالي راح يخلينا نشوف ونفتح الصندوق. اوكي يلا حبيبي، يلا هذا المفتاح. يلا يلا تعال تعال، جبت المفتاح؟ يب 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 يب، هذا المفتاح، هذا المفتاح. كفو 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 كفو، يلا الصناديق موجوده، خلصت المتاهه والمفتاح عندك، تقدر تروح تفتح. يلا روح روح روح، لا تقول لي لازم ارجع من البدايه من انا مو. يلا يلا روح من هنا ما في مشكله. مشكور الله يعطيك العافيه. يلا شبابنا الحلوين، هسه جت اللحظه الحقيقيه اللي من خلالها راح نفتح هاي الصناديق اللي موجوده داخل هاي المتاهه اللي تحت الارض. ولكن قبل ان نفتح هاي الصناديق اللي اريد من عندكم هسه كلكم تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات. اوكي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، شباب افتح اول صندوق، ليتس جو. ماي جاد، ما شاء الله يا الشغلات الاسطوريه لهنانه. هذول كلهم الي مو صديقي؟ اي كلهم لك، كل حلال عليك. ما شاء الله شباب، اندر بير على نذر ستار على بلوكات ذهب، الترا الترا على قلب البحر ما ادري شنو. او ماي جاد شباب. اوكي اوكي الحين هسه باقي الصندوق الثاني راح نفتحه، نفسه نسخه مطابقه للاصل، نسخه مطابقه للاصل شباب رسميا. اوكي نذر رايت وش اسمي وذهب واندر بير. لا لا للامانه شباب، البطلات مال اكس بي نين 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 نين. اوكي حلو حلو نايس. اوكي جولدن ابل مطوره. لا لا للامانه شباب، الشغلات اللي داخل هذا الصندوق مره جباره. اوكي اوكي مشكور صديقي، الله يعطيك العافيه، والله ما قصرت. العفو العفو العفو، يلا ثانك يو ثانك يو ثانك يو، مشكور يلا شكرا.